قناة رائعة قوية فيها متعة جميلة. القناة أتابعها يومياً، تقدم أحدث المسلسلات الأجنبية وكذلك تقدم أفلام أجنبية في بعض الأوقات. صلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. إذن أحبائي، من القائمة الرئيسية من نختار تركي، ثم قائمة تي بي، ثم نضغط على زر إضافة التردد لنضيف التردد 12 6 88 معدل ترمي 27500 وللاستقطاب عمودي في. هذا التردد أحبائي لقناة إيكا، قناة رائعة جدا تبث هذه الأيام مسلسل الحفرة الذي يبحث عنه الجمهور الذي يحب المسلسلات التركية. مشاهدة طيبة وممتعة أتمنى لكم أحبائي، لا تذهبوا بعيدا، سأوافيكم بالجديد في الفيديوهات القادمة. إن كنتم تبحثون عن أي ترددات قنوات أتركوها لي في التعليقات وسأرد عليكم. شكرا لكم أحبائي على مشاهدتي ومتابعتي مرة أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.